تقرير لقاء اليوم بين الأهلي ومضيف سموحة في الجولة الأولى بالدور الممتاز، طاقم تحكيم بقيادة أحمد الغندور كحكم للساحة، يعاونه أحمد حسام طه مساعد أول، سامي هلهل مساعد ثان، محمد عباس قابيل حكم رابع. أحمد الغندور من مواليد 4 فبراير عام 1985، الحاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة، دخل مجال التحكيم فبراير 2004. بداية المشاركة كانت في الدوري الممتاز عام 2007، أصبح حكما دوليا عام 2018. أدار الغندور 7 مباريات للأهلي، منها 6 مباريات في الدوري الممتاز وواحدة في كأس مصر. في موسم 2017-2018 أدار أحمد الغندور 2 مباراة الأهلي أمام المصري وطلاع الجيش في الدوري الممتاز، انتهت المباراتان بنتيجة واحدة ألا وهي فوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة. آخر ظهور لأحمد الغندور في مباريات الأهلي أمام وادي دجلة في الجولة 20 من الدوري الممتاز موسم 2018-2019 انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين لهدف. أشر البطاقة الصفراء 7 مرات، الحمراء مرة واحدة في وجه لاعب الأهلي، احتسب 3 ضربات جزاء. بينما أدار أحمد الغندور 13 مباراة لفريق سموحة، حقق الفريق السكندري الفوز في 9 مباريات وتعادل في 2 وخسر في مثلهما. أشر البطاقة الصفراء 28 مرة والحمراء مرة واحدة في وجه لاعب سموحة. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره كابتن ايمن الدجيش. هنتكلم عن طاقم التحكيم لهذه المباراه. قبل بس ما اتكلم عن طاقم التحكيم، ازيك كابتن ايمن؟ اهلا وسهلا كابتن اسلام، منور الدنيا. ربنا يخليك. خليني برضه اقول لحضراتكم تشكيل المباراه مره اخرى، التشكيل الرسمي للنادي الاهلي في هذه المباراه مع حضراتكم على الشاشه. محمد الشناوي ومحمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني وعلي معلول على الاطراف، رامي ربيعه وايمن اشرف، حمدي فتحي وعمرو السوليه، محمد مجدي قفشه من امامهم، جيرالدو على اليمين، رمضان صبحي على الشمال، مروان محسن في الامام. احتياطي النادي الاهلي لهذه المباراه شريف اكرامي وياسر ابراهيم ووليد سليمان وحسين الشحات ومحمود وحيد وحسام عاشور وجونيور اجايه. ده احتياطي النادي الاهلي لهذه المباراه. كابتن ايمن، طاقم تحكيم بقالنا كتير ما شفناش اربع حكام دايما كنا بنشوف 6، ولكن تم الغاء الحكم الخامس، وبالتالي كابتن احمد الغندور ويعاونه كابتن احمد حسام طه مساعد اول، وكابتن سامي هلهل مساعد ثاني، وكابتن محمد عباس قبيل حكما رابعا. طبعا احنا يعني طبعا احمد الغندور قلنا واحمد حسام مساعد اول. احمد الغندور من الحكام طبعا اللي هي مستواه دايما بيرتفع من وقت للتاني، من الحكام اللي هي صغير في السن ماشي بخطى ثابته في الكاف في الاتحاد الافريقي وحتى في مصر. من ماتش لماتش احمد الغندور بيجتهد، ربنا يكرمه باذن الله النهارده في المباراه مع احمد حسام طه من المساعدين المتميزين، كان موجود في امم افريقيا، وسامي هلال من المساعدين الخبرات اللي هو بيترشح للقائمه الدوليه بقاله اكتر من 5 سنين. حتى الحكم الرابع اللي محطوط النهارده محمد عباس قبيل من الحكام الصاعده المتميزه جدا، ويمكن ظهر العام الماضي، يمكن هو الحكم الصغير اللي ظهر بقوه العام الماضي هو محمد عباس، فحاطين بصراحه طعم مميز يعني باذن الله ربنا يكتب لهم التوفيق النهارده. زي ما قلت كابتن اسلام، هو 4 حكام النهارده، ما فيش 6، لان طبعا زي ما احنا عارفين ان اتلغت التجربه اللي هي بتاعه الحكم الاضافي. اكيد يعني طبعا زي ما كنا بنقول قبل كده كابتن اسلام، اخطاء كثيره جدا. هي تجربه المفروض ان احنا مسؤولين عن التحكيم او المسؤول عن التحكيم يقيم التجربه، هي مدى نجاحها ايه، الايجابيات اللي عملتها، ايه السلبيات اللي عملتها، هل التجربه دي يا كابتن اسلام افادت التحكيم، زودت حاجه للتحكيم، هو ده اللي احنا بنرجع فيه. فاكيد يعني هو رئيس الكابتن جمال غندور ان هي التجربه دي ما افادتش، وهو زي ما احنا عارفين ان هم بيجهزوا ان الفار يبقى موجود، بس ما اعتقدش ان هو الفار ده هيبقى موجود السنه دي، يعني زي ما التصريحات طلعت ان هو ممكن يبقى موجود في الدور الثاني، لا اعتقد الكلام ده هينفذ، يعني ممكن على اقصى يعني لو العمليه مشيت بسرعه قوي يا كابتن اسلام مش قبل الموسم القادم. يعني انا قبل في الدوري اللي فات انا قلت ان الفار عشان يتنفذ قدامه 5 سنين، يعني
ان في حاجات كتير لازم تحصل يعني. بتمنى لهم التوفيق النهارده في المباراه، واهم حاجه كابتن اسلام اللي احنا عايزين نستفاد من التعديلات الجديده ان الايفاب قال على حاجه معينه، ان صوره الاحترام وصوره كره القدم الصوره تبقى حلوه لكره القدم. الظاهره يا كابتن اسلام اللي كانت موجوده عندنا السنه اللي فاتت في الدوري المصري، ونتمنى ان احنا ما نشوفهاش تاني. احنا لسه بنبتدي الدوري، ظاهره الاعتراض اللعيبه على الحكم المباراه. تمام. الكلام ده ما بقاش موجود في العالم كله، يا ريت اللاعبين يلتزموا بقرار الحكم. والمنظر ده يا كابتن اسلام حتى خارجيا ما بيبقاش كويس بالنسبه لنا، ان كل قرار للحكم اللعيبه بتروح له. اتمنى اللاعب لاعب في الملعب والجهاز جهاز والحكم بيشوف شغله. اتمنى طاقم التحكيم يكونوا موافقين النهارده، يبقى عندهم تركيز منها بس كده. يبقى عنده تركيز اهم حاجه ياخد الطاقم التحكيم باله منها في هذه المباراه، خصوصا ان الكابتن حسام له اسلوبه واسلوبه الخاص الحقيقه في التعامل، وايضا في حماسه اللاعبين جوه الملعب. تمام يا كابتن حسام، احنا يعني ما نخش كابتن حسام، احنا بنقول الاجهزه عموما اللاعبين كمان في الملعب، كل عناصر اللعبه يا كابتن اسلام كل واحد ليه دور. والتعديلات اللي نزلت للايفاب، بص يا كابتن اسلام لما نزلت الفلسفه اول حاجه قال لك، عارف يا كابتن اسلام، قال لك زياده مساحه الاحترام بين عناصر اللعبه. زياده مساحه الاحترام دي جابوها منين؟ لما عملوا الدراسات يا كابتن اسلام، لما بصوا على بعض الدوريات ان الصوره دي ما بتبقاش حلوه. لو لاحظنا في نهايه الموسم اللي فات كل ما الحكم بياخد قرار كان في مباريات صعبه جدا لكابتن اسلام في صح. في الاعتراض دي بتقلل مننا وبتقلل من الكره بتاعتنا. احنا بلد كبيره ومنتخب كبير واحنا رواد في افريقيا، فالمفروض الظاهره دي ما تبقاش موجوده عندنا خالص. واحنا كلنا بنتفرج النهارده، كله بيتفرج على اوروبا وبيشوف الماتشات بتمشي ازاي يعني. تمام، نتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف طاقم التحكيم النهارده موفق، بإذن الله. لانه هيفرق كتير جدا جدا جدا، لانها مباراه صعبه وافتتاحيه الدوري ان شاء الله. طول ما هم هيبقوا مركزين، وطول ما هم يعني هينزل يتوكلوا على الله ويكونوا مركزين جدا في المباراه، ربنا باذن الله يوفقهم باذن الله. كل التوفيق ان شاء الله لطاقم التحكيم. بالتوفيق يا كابتن، ان شاء الله هنشوف حضرتك بقى بعد نهايه المباراه نعرف نحلل براحتنا باذن الله. بالتوفيق يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا. كابتن ايمن دجيش، هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل ثلاثه من نجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، النجم الكبير كابتن محمد حشيش، والنجم الكبير الكابتن احمد بلال. هنحلل بس نص ساعه كده قبل بدايه هذه المباراه. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل تقرير لتاريخ المواجهات ما بين النادي الأهلي ونادي سموحة، وبعد كده هنستقبل نجومنا الكبار.